دولادا باكستان ايا شيكتين ايه دقال يهنم من تدين اكو دي شاي خولقال ايفرين ايه انكاد دي بويراركي شان ايه تضباطن كا قف لغو ديلي ورورك داعش ايه ويرارك كو قاداي بقلال قف وكو سوغنا قبري قياسي سيديد يو تمنشي ها دون ايالا ايه لغو ديلي خولقال كا دعاي كونفورتا قوبل كا سيندي هالكاس يو اميشا وكو يالو قبري ايه سيارين ايه انصوفيا دالا قرحي ايه انكا بادن صدح يو تمن كالي ايه لغو ديلي وقوي قلبيد باكستان سيدا سراكيش دالكاس ايه شيكين قرحان كدعاي مساجد عانا او كو يالا كونفورتا باكستان ايا لغو ديلاي او يران شان يا تضباطن قف قفكا قرحا جيستي ايا اسكو قرحيي داد صوفيا او كو عباده يسان ايا مقالة السيوان اي قوبل كسيندي رئيس الوسار النواز الشريف ايا عن باريي قرحاسي كاسي او اي شيكتين كوحدا اسكو مقعودات دولة دا اسلاميقا وحا او ها قرحي او وحي لدا بدنا ايا جيستان دولة دا اسلاميقا طالبان تا باكستان يا ملايشيات كالي اي كدعا doyinkii u dambeeyay wadankaasi qofka uu joogaa ayaa sheegay in ruux weerarka geystay uu miino tuuray kadibna isku qarxiyay dadka suufiyada ah oo xatreynayay sida ay ku waramayaan warbaahinta deegaankaasu waxaan aragnay meedad meel walba yaala waxaan aragnay meedad ka haween iyo caruur amid kamid ah dadkii goob joogayaasha ahaa ayaa sidaasi ku waramay sawirro laga qaaday gudaha oo goobta qaraxaasi ka dhacay ayaa muujinaya dhulka oo dhig qariyay iyadoo ay daadsan yihiin dhar iyo kaba sandala